وبالعودة إلى محيط العاصمة دمشق، معنا مازن الشامي مراسل شبكة شام. مازن، مساء الخير، ما هو الجديد في معارك حي جوبر ومحيط العاصمة، لا سيما إذا تكلمنا عن تل كردي؟ نعم، بالفعل اليوم النظام شن غارتين جويتين على حي جوبر، إضافة للقصف المدفعي الذي لم يتوقف منذ ساعات الفجر وحتى اللحظة، طبعا تزامنا مع اشتباكات على امتداد جبهة المتحلقة الجنوبي من جهة جوبر وأيضا على جبهة طيبة الواقعة شمال شرق الحي. استطاع الثوار فجر اليوم حقيقة من تدمير دبابة 72 حيث تم استهدافها بقذيف متهاون ورفق القذيفة حشوة مما ادى لتدميرها بالكامل، وكما تم ايضا قتل العديد من عناصر كتاب الاسد على جبهه المتحلقه الجنوبيه من جهه جوبر. في الغوطه الشرقيه فجر اليوم طيران الاسد يشن غارات جويه ليليه على بلده زبدين وعلى منطقه المرج في الغوطه الشرقيه، وايضا كان هناك عصر اليوم 7 غارات جويه شنهما الطيران الاسدي على جبهات طريق مطار دمشق الدولي، حيث تم استهداف بلدة الركابية ب4 غارات جوية، إضافة لغارة جوية على أطراف بلدة دير عفافير وغارتين على منطقة الدوير، كما حصلت اشتباكات أيضا على أطراف مدينة دارية بالانتقال للقلمون، يعني لا زالت جبهة النصرة تسيطر على حاجز بلدة حلبون، واشتباكات حصلت في تلفيتا ورنكوت في جبال القلمون، كما تم استهداف قرية عين الفيجة اليوم بقناصات ومدافع ال 14.5 ومدافع 57 من قبل مضادات الطيران التابعة لكتاب الأسد. حقيقة وهذا المركز هو الحرس الجمهوري. أيضا في أضمير كتاب الأسد قامت اعتقال 3 حافلات مليئة بعمال المدينة الصناعية في مدينة عدرا، وتم سوقهم إلى مطار أضمير ومن ثم تم الإفراج عنهم من هناك. نعم نعم مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معنا محدثا عبر سكايب، أشكرك جزيل الشكر.